قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خاوتي راح نشوفوا كيف بعض التسريبات، نعم أقولها بعض الفيديوهات من التحضيرات لاستعراض تاريخي سيكون يعني أقوى استعراض في تاريخ إفريقيا من قبل الجيش الوطني الشعبي. الآن يا إخوتي في هذه اللحظة الإعلام المخزني والمراركة راهم يبكيوا بسبب ما يفعله الجيش الجزائري. خوتي من بين اللقطات اللي عجبتني واللي راح نشوفوها كيف يا خوتي لقطة جندي جزائري آخر عندما تم سؤاله يا خوتي حول المروك وش قال لهم، ردت فعل قوية جدا يا خوتي. أني خايف على تاع المخزن مساكن يديروها على روحهم، والله أني خايف عليهم مساكن. جاتهم أمريكا و13 دولة باش يديروا مناورات والجزائر وحدها راح تدير لهم مش مناورات وإنما حرب ديركت. سلاح اللي جابته الجزائر يا خوتي والله يضاهي 13 دولة هذيك اللي جات تدير المناورات عندهم، مناورات الفأر الإفريقي. المهم خوتي قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك زكارة في كل الحاقدين على الجيش الوطني الشعبي خوتي، وما تنسوش في التعليقات كلكم تحيا الجيش الوطني الشعبي دائما وأبدا. راح نشوفوا الفيديوهات ونعلقوا عليهم. نبدأ خوتي بالفيديو الأول، الفيديو اللي قلت لكم عليه باللي عجبني بزاف قالوا مازال الخير فهمتوا خوتي، قالوا مازال كاين الخير مازال للقدام. قالوا المروك ما كانش هدرة، شوفوا الجندي الجزائري وش قال له خوتي، ما كانش، وشوفوا الجست تاعه والحركة تاعه تاع واحد متحرش ديركت عليهم يا خوتي، شوفوا مليح خوتي. با السلاح كاين خويا اللي يقدم برك اللي يقدم ويغلط يشوف شكون هي الجزائر. حاجة خوتي اللي عجبتني بزاف في هذا الاستعراض انه التصوير يعني عادي جدا، ارواح انت كمواطن عادي جيب تليفون وصور، وكنت تدخلوا خوتي لمواقع التواصل الاجتماعي راح تلقوا عديد الفيديوهات بل الاف الفيديوهات من جزائريين صور. علاه؟ لانه هذا الجندي الجزائري هذا هو من الشعب الجزائري، نعم هو موليدنا خوتي. اما لجوا من الفضاء كما حابين يدخلوها لنا فريصان هذوك الخوانة الخارج بلي الجندي الجزائري خاطينا والجندي الجزائري بايعنا، الجندي الجزائري هو وليدنا وانت حيولو. الان اخوتي الكرام راح نعدلكم الاس 400 مباشرة يعني تشوفوها بعينيكم يا خوتي، كما راكم تشوفوا خوتي هذه هي الاس 400، نعم خوتي راكم تشوفوا او السلاح الجزائري يا هي المغربي، سرقتوا لنا زعما الاس 400 بالفوتوشوب، تعرفوا غير تسرقوا بالفوتوشوب يا خوتي. استغلوا انه الصور تاع الاس 400 فيها اخي مسبوغه بالاحمر من القدام، استغلوا هذاك الشيء باش ينسبوها لانفسهم، ولكنهم بالطبع فاشلوا لان الجزائري فاق لهم باللي تاع اعلام فقط. الان مباشره نروحوا الان لواحد الاستعراض من قبل الطائرات الجزائريه خوتي، رسموا 60 في السماء. شوفوا يا خوتي عندما يبدع الجندي الجزائري. شوفوا التنظيم تاع الطائرات يا خوتي، راسمين 60 يعني 60 شغل مكتوبة. الله يبارك هذا هو الجندي الجزائري يا الخانز المخزني، شفت مليح؟ شفتوا مليح يا الاسبان والاعداء؟
شفتي مليح يا دولة خيرانصة، هذا هو الجندي الجزائري. من هذا المنبر نشكر كل فرد من أفراد الجيش الوطني الشعبي يعني في كامل ربوع الوطن، واللي راهم يشوفونا يعني على بالي كاين بزاف راهم يشوفوا الفيديوهات تاعي، خليونا تعليقاتكم باش كامل الناس يعرفوكم أنكم من أبناء الشعب. نعم، حابين زعما يخلقوا واحد البلبلة ما بين الجندي الجزائري والمواطن الجزائري، ولكن ما تقدروش، الله غالب. هذا هو، هذا الجندي الجزائري قلبه بيض كيما الشعب الجزائري. ما كانش واحد فينا في الجزائر ما عندوش خوه مقاجي ولا وليد عمه، المهم واحد من العائلة يكون له مقاجي يا خاوتي. كيفاه نكرهو هذا الجيش؟ الآن نشوف واحد الفيديو خاوتي مليح بزاف عجبني، نشوفوه كيف كيف. من جد خويا جد، عشنا يا وطني لفتي بالروح أراضي. ادخل وصور بطريقة عادية جدا، واحد ما يقول لك علاه واحد ما يقول لك كيفاه يا خاوتي. هذا الأمر اللي عجبني بزاف يا خاوتي في الجيش الجزائري في هذا الاستعراض، الاستعراض تاع كل الجزائريين. شوف يا جزائري وتمتع بما تملكه الجزائر إخوتي الكرام من أسلحة فتاكة. قد كنا أمس قصبهم يا خاوتي، قل لهم هذا كي تقاريهم في الباركينج تاع المروك ما يكفيش. والله غير عنده الصح. والله يا اخوتي يعني فيديوهات يطلعوا لك المورال، تفهم بان الجزائر عندها جيش يحميها، انه الجزائر قادر على شقاها ضد اي واحد يحب يخلط سواء في الحدود ولا يحب يخلط سواء في السواحل البحرية، في كل الجهات خاوتي الجزائري واجد، في السماء في الارض وين حبيت تلقى الجندي الجزائري. والله راني نستنى يا اخوتي الكرام 5 جويلية بفارغ الصبر باش نشوفوا الامكانيات اللي تملكها الجزائر، باش نشوفوا استعراض يعني بدقة الاشدي مصورينه بطريقة احترافية بطائرات الدرون. حتى الجيش الجزائري وتطور يا خاوتي، ما بقاش يصور بالكاميرات عادية وانما بطائرات الدرون. بربي ان شاء الله راح يكون بث مليح على كل القنوات الجزائرية خاوتي، وراح حتى احنا ننقلوه باذن الله نسيو الماكسيموم كيف ننقلو عليه لقطات وفيديوهات على القناة تاعنا ميديا ديزاد، القناة تاعكم. نعم خاوتي، وباذن الله رانا مكملين ضد كل واحد يكره الوطن هذا، الوطن الغالي هذا اللي مات عليه مليون ونصف مليون شهيد. المهم خاوتي وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، خليونا ارائكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.